كانوا بيردوا على أعضاء في البرلمان عن ملفات مهمة. أبرز هذه الملفات تعيين 30 ألف معلم، ده اللي وجه بيه سيادة الرئيس. خبر طالع بيقول إيه؟ الخبر بيقول إن وزارة التعليم من خلال وكيل لجنة الخطة بيقول إنه معايير اختيار المعلمين لا تنطبق على عدد كبير من المتقدمين. محتاجين نفهم ونفهم حضراتكم. برحب بحضرتك الست النائب حسام المندوه. اهلا مدام عزه، اهلا بيك. يعني قبل بس ما نسال السؤال ده، حابب بس اوجه نقطه اشكرك على المواضيع اللي بتفتحيها. انا قاعد بسمع حضرتك في التليفون دلوقتي، المواضيع اللي هي مشاكل اجتماعيه حقيقي موجوده في مجتمعنا ولازم ندرسها وندرس دورها واسبابها ونحط لها خطط علاجيه، زي مشكله التحرش اللي انا بسمعها دلوقتي وانا على التليفون. أنا لسه كنت هأطالب الحوار الوطني، أرجوكم تنتبهوا لهذا الملف وتناقشوه. صحيح، من الملف ومحطات مترو كتيرة، يمكن أنا نائب بلاد بكرور وموجود النهاردة عندنا محطة بيتم افتتاحها، حقيقي مشروع تنموي ضخم جدا جدا جدا. بنوجه الشكر للقيادة السياسية والفريق كامل، الوزير وزير النقل والمواصلات، لان مجهود كبير جدا حقيقي بتقوم بيه الدوله. النهارده يشعر بيه المواطن لما انا عندي منطقه زي هنفرس، المواطن دلوقتي اللي فيها سوق كبير كان يحصل فيها جفاف في موضوع السوق ده، لان عدم قدره الناس اللي بره بولاء زي الدقي يخش عندها، لان ما فيش وسيله نقل مريحه. لا هو مشروع عظيم الحقيقه، وهنحس بقيمته قوي لما نستعمله. طبعاً. طيب ايه المشكله اللي حصلت النهارده، وليه ايه المعايير اختيار المعلمين لا تنطبق على عدد كبير من المتقدمين؟ يعني هكلمك بصراحه، هو المشكله ما حصلتش النهارده، المشكله اتقالت النهارده، لكن طبعا هي موجوده من زمان، وعارفين لما تقدم مسابقه 30,000 معلم اللي اجتاز المسابقه منها النصف تقريبا، يبقى كده معناه ان المعايير دي مش منطبقه على الخريجين دول. هو ده مربط الفرس يا مدام عزه، هل احنا كلياتنا وجامعاتنا مع تقدير الكامل الموجود اللي بيتم فيها بتخرج مؤهلين لسوق العمل، ام هناك مراحل تدريبيه في المنتصف لا يقوم بها المتدرب، فبالتالي في فجوه بين الخريج وسوق العمل؟ انا بستاذن حضرتك، ده تحليل لكن وده ليه احترامه وتقديره، لكن انا هنا بتكلم ايه مصير الناس اللي ما حلفهمش الحظ. لا مش السؤال ده، مش كده، مش ايه مصير الناس، هو السؤال ده لاي خريج جامعه بيتخرج من جامعه وبيتخيل ان الجامعه خلاص تؤهل لسوق العمل. بس انا اسال اللي انا عايز اساله يا فندم، السؤال اللي فندم انا قصدي السؤال للناس. السؤال كم واحد اتقبل وكم واحد اترفض؟ انا واحد دلوقتي يا مدام عايز حلي، عاوزين نحل المشكله بشكل اكبر شويه. سمعنا بكام خريجين هندسه اتصالات ولم بيوفقوا في بعض الاماكن اتصالات. احنا عايزين نقول ان مرحله العمل يسبقها مرحله التدريب عشان تاهلين لسوق العمل. انا عندي بكل بساطه انا بقول اللي لم يؤهل للاختبارات دي يجب ان يعيد تدريب نفسه ويلتحق بمسابقه اخرى عشان يكون مؤهل لسوق العمل. وعلى الجهات اللي بتخرج الطلاب دول او الخريجين او المعلمين بقى المفروض يكونوا موجودين بعد كده، عليها تشوف المعايير اللي مطلوبه حاليا، لان برضه يا مدام عزه هذه المعايير متغيره من فتره الى اخرى. طيب هل يا فندم في عدد قبل وعدد اترفض؟ انا بس علشان طبعًا الاجابه على السؤال. طبعًا. اللي اترفض هيحصل معاه ايه، واللي قبل كم واحد؟ لا الـ يمكن العدد مش اكيد عندي دلوقتي، حوالي 16,000 تقريبا من قبله، بس اللي اترفض ما هو يعني مؤهلاته غير مناسبه انه يجتاز الاختبار اللي نطمئن بيه كدوله انه يقف جوه الفصل الدراسي يعلم ابنائنا. تمام، اوكي يا فندم، اوكي. عايزين نعالج الموضوع ده المهم ان شاء الله. اشكرك فندم. خليني اطلع فاصل، بس قبل الفاصل عايزه اقول لحضراتكم انه سيادة الرئيس النهارده